تعلى على كل اللغات الأخرى، لا لغة القنابل ولا لغة المقاطعة. أنا أعتقد اليوم نحن ذاهبون إلى حكومة المكونات والتحالفات، يعني قريبة عن حكومة الأغلبية، وهنالك من يريد أن يكون في المعارضة ومن نعم، بس يريد أن اكو يكون فئات مشارك سيد في محمد ما هذه تريد تروح لهفة. معارضة، اكو فئات ما تريد تروح معارضة. بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد، وأنا أعتقد الشعب العراقي أبان انتخابات طالب تكون هذه حكومة التنقراط وحكومة الكفاءات وحكومة منك الخدمات علو ان الصوت الصوت وحكومة ناصية. تفضل سيد محمد، تفضل. وحكومة السلم المجتمعي نعم وحكومة السلم المجتمعي. اليوم الكل أدانت هذه التصرفات وهذه التجاوزات التجاوزات الدستورية القانونية على مقرات الأحزاب السياسية والعمل السياسي. هذه المحاولات وهذه استهدافات خلط الأوراق وغرز الفتنة بغية أن تراجع عجلة التقدم العملية السياسية العراقية إلى الوراء. وأنا أعتقد اليوم إذا كان الكل يدان والمستهدي يدان، وأنا أعتقد الأولى من هذه الإدانات أن تجلس وتطالب الحكومة والجهات الأمنية وتدعم الجهات الأمنية بكشف المدانين والذين يقومون بهذه العمليات اللي لبغية الغاية منها غرز الفتنة وخلق النعرات الطائفية ورجوعة العراق إلى المربع من الأول. له أنا أعتقد مصلحة سيد العراقيين محمد؟ من وسياسة له العراقيين مصلحة؟